Right to Dream بدأت في غانا في سنة 99. اللي بدأ الموضوع مانشستر يونايتد سكاوت اسمه توم برينن، وهو كان عايز يدي فرصة للولاد والبنات في غانا إن هم يبقى عندهم منصة تطور موهبتهم في التعليم وفي الكورة، وبعدين يديهم الفرصة إن هم يسافروا يحترفوا يلعبوا كورة يا إما يدرسوا في أحسن جامعات في العالم. وطلع من Right to Dream كذا حد زي محمد قدوس، زي سيمونا دينجرا، زي كمال الدين، دول دلوقتي بيلعبوا في ساوثهامبتون وويست هام وفي برايتون. وطلع منها برضو حد زي أوسيني بودا، كان Right to Dream اكتشفته وهو عنده 10 سنين في بوركينا، كانش بيتكلم كلمة إنجليزي. بعد ما اتعلم ولعب في Right to Dream سافر لعب في ستانفورد على منحة رياضية، هي أحسن جامعة في أمريكا. وبعدين بعد ما بدأ الـ Right to Dream Academy في غانا استحوذ على نادي FC Nordsjælland في دنمارك، اللي هو بيلعب في الدوري الممتاز الدنماركي وبينافس في اليوروبا كونفرنس ليج. ففي سنة 2021 مستر محمد منصور ولطفي منصور استحوذوا على Right to Dream و FC Nordsjælland، وجزء من الاستحواذ كان إن هما يفتحوا فرع لـ Right to Dream في مصر وفي أمريكا. طبعا كانوا عايزين يدوا الفرصة للولاد والبنات المصرية إن هما يتعلموا أحسن تعليم ويتمرنوا أحسن تمرين، ويدوهم فرصة إن هما في سن 18 يسافروا على منح رياضية أحسن جامعات في أمريكا، أو يحترفوا في أحسن أندية في أوروبا من خلال النادي بتاعنا في الدنمارك اللي هو FC Nordsjælland. كان جزء من الاستحواذ إن هما كانوا عايزين يأسسوا فريق كرة قدم نسائية محترف عشان يدوا فرصة للبنات، إن زي ما الولاد عندهم فرص كتير إن هما يلعبوا في أندية كويسة وعندهم عقود كويسة يقدروا يعيشوا من خلالها من غير ما يشتغلوا شغلانة تانية جنب الكورة، كانوا عايزين يدوا نفس الفرصة دي للبنات عشان المساواة. فمن خلال ده استحوذنا على نادي توت عنخ آمون، كان النادي ساعتها بيلعب في الدرجة الثانية. وفي أول سنة بعد الاستحواذ، في أول سنة دوري ممتاز، قدرنا إن احنا نكسب كاس مصر. وكاس مصر ده كان زي ما نقول نتيجة طبيعية للشغل اللي اتبذل من الجهاز الفني ومن اللعيبة السنة اللي فاتت. والجزء الأكبر برضو اللي خلانا قادرين إن احنا نحقق ده كان السبورت بتاع الإدارة والسبورت بتاع الأونرشيب، مستر محمد منصور ولطفي منصور. اللي خلانا نقدر ان احنا نعمل ده ان احنا وفرنا حاجات للبنات الأندية التانية ما كانتش بتوفرها. من الحاجات دي ان احنا وفرنا لهم تمرين كويس، جبنا مدرب هو في وجهة نظري احسن مدرب في مصر، كابتن احمد رمضان، هو كان مسؤول عن قطاع ولاد وبنات في نادي من احسن الانديه في امريكا. وطبعا احنا عارفين ان امريكا احسن بلد في كره القدم النسائيه، فوفرنا لهم تمرين كويس، وفرنا لهم عقود كويسه يقدروا ان هم من خلال العقود دي يركزوا في الكوره، وفرنا لهم environment professional اكتر، وفرنا لهم ملاعب كويسه يقدروا يتمرنوا فيها، وفرنا لهم برنامج تدريبي في جيم كويس وتاهيل كويس لاي حد بيتصاب، مكان يقدروا يحسوا ان من خلاله يقدروا يريتش their full potential. اول سنه لما استحوذنا على فريق توت احنا عارفين ان في نوعيه لعيبه معينه احنا عايزينها تبقى في الفرقه عشان apply الستايل اوف بلاي بتاعنا، لان احنا في غانا وفي مصر وفي الدنمارك كلنا بنلعب بطريقه لعب موحده، لازم بندور على نوعيه لعيب معين يقدر يطبق اسلوب اللعب ده. قعد حوالي 10 او 11 لاعبات من الفريق قبل كده، وانضم لينا في أول سنة كذا لعيبة كانوا في الدوري الممتاز وفي منتخب مصر. بدأت اللعيبة عامة تصدق في الفيجن اللي احنا كنا بنقوله، لأن شافوا ان احنا في أول سنة كان في طفرة، كان في اسلوب لعب مختلف، اسلوب احترافي مختلف، كان في لعيبة انضمت للمنتخب كتير. بعد السنة اللي فاتت وبعد حصولنا على كاس مصر ممكن نقول ان احنا طمعنا شوية في الاهداف. هدفنا من السنة دي على طول ان احنا نكون بننافس على الدوري وواصلين على بطولة افريقيا، ومش بس ان احنا نبقى شكلنا كويس في بطولة افريقيا او اداء مشرف او كده، لا احنا شايفين ان احنا بالانفستمنت وبالدعم اللي احنا واخدينه من الاونرشيب ومن الاداره ان احنا نقدر مش بس نوصل بطوله افريقيا ويبقى في اداء مشرف، بس كمان ننافس على بطوله افريقيا ان شاء الله. اكتشاف الموهبه دي بتبقى اول حاجه بنعملها، بس لازم بعد ما نكتشف الموهبه وبعدين نطورها لازم نخلق لهم المسارات الكفايه او الصح
اللي فيتنج مع الموهبة بتاعتهم. فاحنا عندنا كذا مسار للاعبات واللاعبين اللي بيخشوا رايت تو دريم. اول مسار ان هم يحترفوا في النادي بتاعنا اللي في الدنمارك FC نورشلند، اللي هو بيلعب في اليوروبا كونفرنس ليج وبيلعب في الدوري الممتاز الدنماركي. والنادي التاني اللي برضو هيبقى اوبريشنال في 2025 هو MLS كلوب سان دييغو. عندنا نادي تاني محترف في أمريكا نقدر إن إحنا الولاد والبنات بتوعنا يطلعوا يحترفوا فيه. والمسار الثالث اللي هو بيجمع ما بين الكرة والتعليم هو إن هما يسافروا على منح رياضية ودراسية أحسن جامعات في أمريكا. دخول Right to Dream دي حاجة متوفرة لأي بنت أو ولد موهوبين عايزين يحققوا حلمهم، وممكن يكون ملقوش الفرصة الكاملة إن هما يوروا الموهبة دي أو يطوروا الموهبة دي. عشان كده احنا بنحاول نلف كل المحافظات اللي احنا نقدر نلفها ونتفرج على اكبر عدد من اللعيبة ونقيمهم على كذا حاجة، التعليم والكورة والشخصية، ونديلهم الفرصة ان هم يحققوا حلمهم من خلال Right to Dream Mursa.